أجل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رحلته المجدولة إلى السعودية هذا الأسبوع، والسبب تعرضه لكسر في ضلعه نتيجة لحادث بسيط ما أثر على قدرته على السفر، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، مؤكدا أن سوليفان يتطلع قدما لإجراء الزيارة إلى المملكة، خاصة وأن هذه كانت خطة البيت الأبيض. وكان من المفترض أن يغادر سوليفان في الرحلة الثلاثاء لإجراء مناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. احتفلت إثيوبيا بالأمس الأربعاء بمرور 13 عاماً على بدء إنشاء سد النهضة، ونشرت صور حديثة توضح ما وصلت إليه آخر الإنشاءات في السد، كاشفة فيها مراحل تطور وبناء إنشاء السد، الأمر الذي اعتبره البعض استفزازاً لمصر. واعتبر وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام أن قرار مصر بوقف المفاوضات مع إثيوبيا صائب تماماً، فإثيوبيا مدعومة بقوى دولية استغلت المفاوضات لإهدار الوقت، لكنها لم تكن أبداً جادة فيها، مشيراً إلى أن السد ليس لتوليد الكهرباء، فهو سينتج كميات قليلة منها، لكنه للتحكم في مياه النيل الأزرق ومصر. تجدد الجدل في المغرب حول قرار إضافة ساعة إلى توقيت البلاد مباشرة بعد نهاية شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى تصاعد المطالب الرافضة لتغيير الوقت في البرلمان، نظراً للضرر والإرباك الذي يطرحه على حياة المواطنين، والداعية للتمسك باعتماد توقيت غرينتش. وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً لدى الرأي العام، حيث أبدت فئات واسعة من المغاربة تذمرها من إضافة ساعة في التوقيت، مطالبة بالتراجع عن ذلك والإبقاء على التوقيت القانوني للبلاد، نظراً للتداعيات السلبية والمتاعب التي سيطرحها التوقيت الجديد.